السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم كيك يومي بسيط ولكن بالشكلاط. تعرفوا بان الوليدات كلهم تقريبا بدون استثناء تعجبهم الشكلاط. نتمنى انتم تجربوها وتعجبكم وتعجب وليداتكم. ونبقاو دابا مع المقادير وطريقة التحضير. اذا لهذا الكيك ان شاء الله غادي نحتاجو كأس ديال الحليب، كأس معمر ديال الزيت، كأس ديال السكر سنيدة، باكية ديال الشوكولات الحلو أو كوبيل، ثلاثة ديال البيضات، معلقة كبيرة أو ما يعادل ساشي ديال الكاكاو، ثلاثة ديال باكيات ديال الخميرة أي 21 غرام، وساشي ديال الفاني. وهنا عندنا الطحين تقريبا دقيق، حسن عندنا جوج الكيسان ونص ولكن يمكن ما نحتاجوهاش كاملة على حسب الخليط. ندوزو دابا لطريقة التحضير. اذا لتحضير هذا الكيك كناخذو سكر سنيده، كنضيفو عليه الحليب، كنضيفو الزيت، كنضيفو الشوكولاط، ونضيفو الكاكاو. غادي نحركو هاد الخليط مزيان. غادي ناخدو منو كاس اللي غادي نخليوه للتزيين، والمباقي هو اللي غنضيفو ليه باقي المقادير باش نحضرو الكيك ديالنا. اذا من بعد ما حركناهم غادي ناخدو منها كأس، غادي نقصو من هذا الخليط هذا، اذا غادي نخليو هذا الكأس هذا على جنب حتى نزينو به الكيك ديالنا من الفوق. من بعد غادي نضيفو البيض، نقلبو مزيان، غنضيفو الساشي ديال الفاني، غادي نبداو نضيفو الطحين ديالنا. تانا نضيف دابا شويه اخر، نحاول دابا نضيف معاهم الخميره، نزيد واحد شويه صافي. اذا تقريبا حيدت منه تقريبا واحد جوج معالق كبار، هما اللي ما درتش، يعني جوج كيسان ونص تقريبا بقى لي منهم شي جوج المعالق. دابا غادي ناخذو مول ديال الكيك اللي دهنتو بالزبده ورشيتو وبالدقيق، غادي نخويو الخليط ديالنا في المول، وغادي ندخلوها للفرن على درجة حرارة 180 تقريبا واحد 40 دقيقة، ونطيب العادي ديال الكيك. صافي،
دابا الكيك ديالنا واجد، غادي ندخلو الفران ونتلاقاو من بعد منين يطيب باش نشوفو كيفاش غادي نزينو. من بعد ما خرجت الكيكه ديالنا من الفرن غادي نسقيوها بكاس ديال الماء دافي ذوبت فيه ساشي ديال نيسكافي ديال القهوه السريعه الذوبان، وغادي نسقيوها كامله بهذا الكاس هذا ونخليوها تشربو. في هذه الاثناء هذه غادي ناخذوا واحد الاناء وغنديروا فيه الكاس اللي نقصنا الخليط اللي درنا للكيك، غادي ناخذوه غادي نغليوه فوق البوطه حتى يعقد لينا شويه. من بعد ما شرب الكيك ديالنا السيرو اللي سقينا به غادي نزينوا به دابا الكيك ديالنا من الفوق. نزينوها بالشكلاط، من فوق بحال هكا، وهذا هو الشكل ديالها من الداخل، يعني كتجي رطبة بزاف من الداخل. إن شاء الله غتجربوها وتعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا اللايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.